للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. دكتور، يعني بداية انطلاق للحوار الوطني بشكل رسمي الأربعاء القادم ولا خطوط حمراء كما أعلن المنسق العام للحوار الوطني، إذا توقعاتك بشأن ما سيخرج به هذا الحوار وشفافيته فيما يتم التباحث فيما بين الأطراف المشاركة فيه؟ يعني فيما يتعلق بالشفافية، هناك يعني قواعد عديدة أقرت من داخل مجلس الأمناء لضمان شفافية الحوار، وكما أعلن السيد المنسق العام أنه لا توجد خطوط حمراء فيما يتعلق بالقضايا. والعودة إلى أجندة الحوار سواء فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية وهي 19 قضية تتوزع على المحاور الثلاث: السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بالإضافة إلى القضايا التفصيلية التي سيتم مناقشتها داخل كل لجنة من هذه اللجان، تشير بشكل واضح وصريح على أنه لا يوجد خطوط حمراء، وأن كل القضايا التي تشغل المجتمع سواء والقوى السياسية أو القوى الاقتصادية والمجتمعية والتي تشغل المواطن والتي تشغل الأسرة المصرية، كل هذه القضايا يعني نجدها موجودة بشكل واضح في أجندة الحوار، سواء فيما يتعلق بالقضايا ال 19 أو فيما يتعلق بالقضايا التفصيلية التي زاد عددها عن 100 قضية فرعية. فهذا يشير إلى أنه لم تكن هناك خطوط حمراء فيما يتعلق بتحديد القضايا التي سوف يتناولها الحوار أو فيما يتعلق بأجندة الحوار بشكل عام. فيما يتعلق بالمخرجات، بالتأكيد هذه المخرجات يعني هناك تفاؤل كبير بأن هذا الحوار، بالنظر إلى الجهد الذي بذل من جانب مجلس الأمناء والقوى السياسية المنضوية في هذا الحوار طوال الشهور الماضية، كلها تشير إلى أن هناك توقعات أن الحوار الوطني سوف ينتج عنه مخرجات شديدة الأهمية، سواء فيما يتعلق بالقضايا التي تشغل المجتمع بشكل عام أو فيما يتعلق بالقضايا التي تشغل القوى السياسية. وهذه المخرجات يعني ستتوزع بين توصيات تحتاج إلى يعني قرارات تنفيذية أو تحتاج إلى سياسات عامة أو تحتاج إلى يعني إجراء تعديلات أو يعني تشريعية، كل هذا يعني يشير إلى أن هناك يعني حالة ترقب والطريقة التي صنعت بها أجندة الحوار. إلى أي مدى تتوقع تنوع في هذه المخرجات في ظل اشتراك كافة الأحزاب السياسية وعدم تنحي أي طرف عن هذا الحوار أو الإدلاء بما يراه من وجهة نظر بشأن إيجاد مصلحة عامة للوطن بشكل عام؟ يعني أعتقد سيكون هناك تنوع شديد في هذه المخرجات بالنظر إلى تنوع القضايا التي سيتم مناقشتها داخل لجان الحوار الوطني المختلفة، بالإضافة إلى تنوع أيضا القوى المندمجة في الحوار الوطني. هذه القوى ليست قوى سياسية فقط، لكن هناك يعني بجانب القوى السياسية وبجانب منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، لكن هناك أيضا قوى اقتصادية وقوى مجتمعية والمتخصصين والخبراء. يعني كل هؤلاء، هذا التنوع الشديد في المشاركين في الحوار الوطني بالتأكيد سينتج عنه تنوع مماثل في طبيعة المخرجات، أخذا في الاعتبار أيضا تنوع القضايا وتعددها. كل هذا بالتأكيد سينعكس على المخرجات المتوقعة للحوار الوطني. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.